عموم وحرق عموم اللون وحرق في
بالشدة النفوس بتبان. حكومة سمنود كابتن علاء الحارت اهو بقول لك انت نورت الفرح النهارده والله رجل المواطن. انت باشا انت باشا فعلا يا خضري. صباح الفل يا عم رجل المواقف الصعبة كابتن علاء الحارت طبعا ده بتاع المواقف الكبيرة والباشا اسلام الحارتي كل عيلة الحارتي ايش يا حماد عسل اللي هتقوله ده احمد يا باشا عشان الحارتي واحد بس كابتن بتاعنا مع الأيام اللي ما معادش ليا لازمة في الشدة النفوس بتبان وأنا مش هبقى زي زمان عشان أعيش كده في أزمة مبقتش فاهم الحل ويا الزمن قلوب بتظلم كل يوم لا تتمن الحزن علم على الوشوش وعلى الملام كل اللي عاشوا جدعان شافوا الألم مليت خلاص من ظلمهم مع اني ايدي بقهم ما بيشبعوش ما فيش فايدة بقولها لك على الملأ محدش هيحبك قد امك ومفيش صاحب راجل غير ابوه لو صاحبك جدع سقفله ها طب لو ليك خير في ابوك وامك قوم اقف كده ها لو ليك خير في ابوك وامك صلوا على النبي يلا بينا ويا الزمن هم ويا الزمن يا ابو الزمن يا ابو الزمن ويا الزمن ويا الزمن ويا الزمن ويا الزمن أنت روشة أحلى روشة في الدنيا كل إخواتي وحبايبي ما صبع عليهم منورين اسمع روشة بص
سما قلوب بتظلم كل يوم لا تؤتمن قلوب بتظلم كل يوم لا تؤتمن الحزن علم على الوشوش وعلى المنام وحيد الناس وحيد الناس وحيد الناس.